والسلام على رسول الله دوميها كبير جاركا قلها شعبك دوميها يو قدك دور الشرق يقام قابضة قلها شعبك حقيها قود هب دورها قلها شعبك مرتدى شرفت له يبهد ورباهند مضن يالي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو وأيوب إسماعيل يوسف وحان هاي من كل شيء مقالة المقدشو من وحبر شديسة وصدحة سارة إلا هرجع مع ذات كوقاتي مقالة المقدشو وحان هاي من مدكس وشقين هي أدها دولدة كالدون وحان صون نقضي سركال كاتر سنة حفيز كرجل وزارها وحان سيدو كسو شقيني وزارة أريمها دبدا وحان سيدو كلا دبلوماسي كأها ميشن كينا دولد الصومالية كل دهي ودن كالسعودية العربية وحان شنتي سنة إلى صور دافي حبين كأها أقل كسرع من سنة كبرلمان كفدرال كصومالية قد جيسا أريمها دبدا مدنيالي مروين وحان ربا مركهوري إن أن الكوهن بليايو قوشينا كمن نقشادة بارلمانك كوي توبانات قولها شعبك فدرالك صوماليا وحان ربا سيدو كلا إن أن الكوهن بليايو إلهي ننقعد صنع إنو أجر كذي خير كذا نصيو أنه كجرنا طبانك دنبا بش رمضان مدنيال مروين رفوين أي إيتحي مانت إن أن هرتي نسو يستاغو وأن جيديو قطبت أن وقه اللايو hada ii doorataan gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka waxaan ka qaban doonaa golahan maanta waa maalin ahamiyad weyn u leh baarlamaanka qaranka ee Soomaaliya guud ahaan sababtoo ah waxaan dooranaynaa gudoonka hoggaamin doona aqalka sharafta badan 4 sano ee soo socota kuwaas oo looga fadhiyo inay suurta galiyaan Soomaaliya horumar rasmi ah gaadha oo awood leh مشرح نمذج وحي سلك كويسة ركن أساسي وأه وأنا من سنة هي اللي وهر مرنيو ديمقراطية دا ذلك يدك ذلك إن مسؤولية وين أي نجا سارن وإن مثلات طبقة كم مثلنا شعب كنا إسلامر كان أنك جوابنا باهيها أن جو الله شقينا إن لا أنت فلنت أيه باش عالم شقذا النهرت الله معها ندخل waan mid u baahan waan mid u baahnaan doonta hoggaamin khibrad leh wax gal ah wadaniyad xambaarsan hadaa ii dooratan intaas waxaan aaminsanahay inaan ku sifaysana mudane gudoomiye mudaniyaali marwooyin xildhibaanada sharafta leh maanta qarankeena dalkeena waxa uu wajahayaa caqabado waaweyn oo aan ka xusi karo xaaladda bini'aadamnimo ee dalkeena ku sugan yahay amni darada sii kordhaysa شغل أنت بحسن أذكيد الدولة داعي هوسية بارلمك كويتوبانات وحن رميسنا هاي هادان وحن رميسنا هاي بارلمك كويتوبانات هادان إسكاشنو إسكاش لسا ميسنو أريما هارتبين تله يشوع دل كينا قبرد آنولا يا هاي دبلوماسية دا يكمد آنشاها أقل كساري وحن كسو برطي أهمية دا إلا دا هاي إنان حقي جنو كبعنتا هي أدها الدولة دينا سي وشقيان سي هفنان لي صابتو اه وحا اسكابيا هي ادها دولدة من جبتو هي اد كمارنتا هي ادك لي هدا اي دورتان وحان كالين وين كاقادن دونا سيدي قولها شعبكا اي بارلمان كا فدرال كا سوماليا وغيب قادن لها دور كيسا دستوريقا كو حردجين تا دلكا وي كجرتو انسحين تا ميزانية دا قرنكا لابو لحسانتكا حكومة دا يهي أدها كلا إدالكا سدح دميستركا ديبو إيجيستا دستوركا كوميلغاركا أه مددد دير سوجي تميه وحان سيدو كلا أولو وين أغالي دونا وانددال بادن كوبحين دونا إن لامه دولد دا إسكاشي بوحدا يشان سي آن أغا أدقنو شعب كينا سي إستاهلان صابت آن سياسة دا وجرنو وإن نقلنا وقدمنت ضدكنا مدن قدومي مدن يال يحلبان هذا شرف تله بارلمك ويتوانات ونصيب ويشي إن كم من نقضان لن يرى ودنينا وقيمة وين وغفر ديو دل كودا سيدة درادت هذا دي دورتان قدومي كحيان كاللبات قولها شعبك وحان كفا إذا يسندونا ديقة عصوب
iyo tamarta cusub ee ku soo biiray golahan waxaan si aan uga qab golaha shacabka si aan wax uga qabano arrimaha ahamiyadda weyn u leh golaha shacabka Soomaaliya. Madaxbanaanida baarlamaanka waxay aasaas u tahay dowladnimadeenna iyo dimuqraadiyadda. Haddaan noqdo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, ku-xigeenka labaad waxaan har iyo habeen u taagnaan doonaa difaaca madaxbanaanida ka mara dhalinta. Waxaan kaloo u taagnaan doonaa awoodsiinta xildhibaanada si ay codkooda ugu matalaan deegaanadii laga soo doortay, sababtoo ah waxaan aaminsanahay in cod walba uu muhiim u yahay, cod walbana la maqli doono. Intaas waxaa ii dheer, waxaan si dhow ula shaqayn doonaa guddoonka golaha ee la doortay, anigoo kaaliya u noqon doona guddoomiyaha, kulana shaqayn doona si waafaqsan masaalixda golaha iyo danta qaranka. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, waxaan mar kale ballan qaadayaa inaan xoojin doono iskaashiga oo golahani la leeyahay baarlamaanada kale ee caalamka si aan u yagilinno xiriir sal adag leh kaas oo golahan ku soo kordhin kara dalkeenna iyo dadkeenna. Gabagabadii, Soomaaliya waxay maraysaa waddo kala goys ah sida keliya ee aan uga gudbi karno ugana dhaqaajin karno dalkeenna waa inaan xal u heshada arrimaha bulshada, arrimaha dhaqaalaha oo hortabin u leh. Waxaan marnaba looga fursan karin wax ka qabashada hoggaanka baarlamaanka oo leh geesinimo, xirfad, aragti kuwaas oo wax walba ka horumarinaya danta shacabkii Soomaaliyeed. Anigoo ah xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf, haddaad igu aamintaan xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, waxaan ku kalsoonaan kartaan inaan hoggaankaas ka soo bixi karo. Mudanayaal iyo marwooyin, muddo 20 sano ku dhow dalkan wuxuu ku jiray doorashooyin dadban. Waxaan rajaynayaa in haddaan mar kale jaanis u helo oo ii doorataan xubintaas guddoomiye ku-xigeenka labaad, inaan waqti ballan iyo dadaal badan aan gelin doono in dalkan la gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod ah. Waxaan mar kale si kalsooni ku jirto idinkaga codsanayaa inaad isiisaan codkiinna. Abwaankii oo daraskii iyo aragtida fogaa iyo afguryaha wuxuu yidhi maanta waa ayaan ididiilo badan, waana maalin adag. Maanta waa maalin ayaan nin aqoon yar oo aqli gaaban uu na arooriyo. Wayna tahay ayaan nin ujeedo fogi usha qaban karo anigoo Ayuubana ididiilada uu Axmed sii arkayaa ii muuqanayso xilka maanta aan rabo. Haddii daa'im igu simo golahuna ii doorto dowladnimo abyoono dhalin iyo kacaan xamas iyo dacwaratiyo Soomaali idiilkeed iska wada dhex aragto dowlad ay luneennahay mar labaad abuurto anba qaadi doonaan isleeyah. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.